أهلا وسهلا بكم في مدارس العربية الوطنية. نحيطكم علما بأن التسجيل ما زال مستمرا من الروضة وحتى الصف الثامن الأساسي للبنين والبنات. أما الآن مع هذا الفيديو الذي يبين مدى التفوق والإبداع في مدارسنا. السلام عليكم. كيف حالكم؟ طيب قبل ما نبدأ بالحصة اليوم يا حلوين، خلينا نتذكر الأعداد اللي أخذناها بالحصص السابقة. مين يعد اللي إياهم؟ يا هاشم. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. زافولو، أحسنت يا هاشم. مين يعد اللي إياهم؟ يا ميرا. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. زافولها. مين كمان الشاطر؟ مين الشاطر كمان يعد اللي إياهم؟ يا جود. على ايديك يا مس، عدي على ايديك. احسنت زافولها. انا. مين كمان عد لي اياهم؟ يا امير. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. زافولو لأمير. زافولو يا مس. رح ناخذ العدد جديد، العدد اللي بيجي بعد العدد خمسة، بعد العدد ايش يا مس؟ هو العدد ستة. العدد ايش؟ ستة. طيب خلينا نعرف رمز العدد ستة. كيف رمز العدد ستة؟ يلا يا مس، تعرف فرجي رمز العدد ستة يا غزل؟ يلا يا مس فرجي، مستنى أصوريك. هذا رمز العدد ستة، فرجيهم يا مس واحد واحد، لف عليهم فرجيهم رمز العدد ستة. هذا هو رمز العدد ستة. يلا يا غزل لف عليهم أسرع. يلا يا غزل فرجيهم رمز العدد ستة. شفتوه يا مس؟ رمز العدد ستة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. يلا مرة أخرى. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. مرة أخرى. واحد، اثنين، عدين عدد البوكلات اللي باللون الأحمر بصوت عالي يا مس. أحسنتي، كم عدد البوكلة باللون الأحمر؟ علي صوتك. زافولها يا غزل. عدين عدد البوكل اللي باللون البرتقالي بصوت عالي. ممتازة، علي صوتك. أربعة، هي أختها أربعة. كم عددهم يا حنان باللون البرتقالي؟ ستة. علي صوتك. ستة. زافوا لحنان. إن عدد البوكل اللي باللون الزهري. واحد. صوت علي يا مس. واحد، كم عددهم يا مس؟ زافوا لتونين. صوت على عدينا عدد البوكل باللون الأصفر. كم عددهم يا مس؟ زافوا لميرا. عدينا عدد البوكل باللون الأحمر. صوت عالي. كم عددهم يا مس؟ هيك ستة؟ كيف ستة على ايدك؟ برافو يا غزل، كيف احسنتي يا جود. زافوا لجود. البوكل باللون الأصفر، يلا أسرع. وليد بس. أحسنتي، كم عددهم يا أفنان؟ عدينا عدد البوكل اللي باللون الزهري. صوت عالي. أحسنتي، كم عددهم يا مس؟ ستة. عدينا عدد البوكل اللي باللون البرتقالي. علي صوتك. أربعة، خمسة. يلا مع بعض، يلا مع بعض مرة ثانية. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. كم عددهم يا مس؟ كم عددهم؟ طيب أين العدد الثلاثة اللي بيناسبها؟ أين العدد الثلاثة؟ أحسنت، يلا حطهم مع بعض. يلا حطهم مع بعض زي هيك يا مس. يلا حطهم مع بعض، حطهم. يلا شاطر يا محمد. يلا ظبطها يا مس.
شاطر، شو العدد اللي عندك؟ ثلاثة. زافو لمحمد. عد لي اياهم يا مس، صوت عالي، عد لي اياهم صوت عالي، يلا. عد لي صوت عالي يا مس. كم عددهم النقاط؟ أربعة. وين العدد أربعة هون؟ هيو. وين العدد أربعة؟ ممتاز، يلا ركب لي اياهم جنب بعض. يلا يا مس، حط لي اياهم جنب بعض. كم العدد عندك يا حمزة؟ زافو لحمزة. أحسن، كم عددهم يا عدي؟ اثنين، أين العدد اثنين؟ ممتاز، يلا ركب لي اياهم جنب بعض. يلا حلوة، اديني الأعواد الملونة معك بصوت عالي يا مس. يلا مع بعض يا مس، مع بعض، يلا امسكيهم مع بعض، يلا عديهم يا مس بصوت عالي. يلا واحد اثنان، عد علي صوتك يا مس، علي صوتك. ثلاثة أربعة خمسة ستة، كم عددهم يا سيدة؟ علي صوتك، علي صوتك يا مس، علي صوتك يا حلوة، يلا عشان اعطيكي حلوة، علي صوتك، كم عددهم؟ ستة، علي صوتك، يلا عديهم مرة ثانية يا مس، واحد، اثنان، ثلاث، أربعة، خمسة، ستة، قديش عددهم يا سيدة الحلوة؟ علي صوتك، علي صوتك، كان احسنت يا سيدة، زعفو يا سيدة يا مس. يلا يا غزل عدي لنا عدد الاعواد الملونة معك بصوت عالي. كم عددهم؟ اين العدد ستة؟ شاطرة يا غزل، زعفو يا غزل. اين العدد اربعة؟ يا حنان، زافو لحنان، عدي لنا الأعواد الملونة بصوت عالي يا مس. كم عددهم؟ أين العدد اثنان؟ أحسنت يا تولين، زافو لتولين. يا أميرة عدي لنا عدد الأعواد الملونة بصوت عالي. كم عددهم يا مس؟ أين العدد ستة؟ زافو لأميرة. مها عدي لنا عدد الأعواد الملونة بصوت عالي يا مس. واحد وليد ثلاثة. كم عددهم؟ ثلاثة. أين العدد ثلاثة؟ زافو لمها. جود الحلوة، يلا يا جود وصلي لنا الأعداد بالصورة المناسبة. يلا يا جود، أحسنتي، عدي لنا كم عددهم، عديهم يا مس، عديهم بالأول. كملي، كم عددهم؟ وين عدد ستة؟ أحسنتي، يلا وصلي يا مس، العدد ستة. كم عدد الكرات، عديهم؟ وين عدد ثلاث؟ ممتازة يا جود، زافو لجود. برافو برافو يا غزال، رائعة حنان، يا عمري هنا التنين، يلا يا حنان. برافو يا سيدرا، رائعة سيدرا الحلوة، مها الحلوة، يا عيني ميرا، ميرا أثنان، عبد الله بطل يا عبد الله، حمزة الحلو، يلا يا حمزة لون شاطر، يلا يا زن، برافو يا زن، برافو عداي، حماد بدون صوت يا عمري، لون بدون صوت، يلا، أشوف أشوف التلوين، يا عيني ما أحلاها، أمير، بطل يا أمير، هاشم الحلو، هاي يا هاشم أشوف، يا عيني، هاي يا وليد، كتابة العدد ستة، كيف رح نكتب العدد ستة يا ناس؟ يلا مع بعض، خط مائل، دائرة صغيرة، مرة أخرى، خط مائل، دائرة صغيرة، مرة أخرى، خط مائل، دائرة صغيرة، هذا رمز العدد ستة، أي عدد؟ خط مائل، دائرة صغيرة، أحسنتي يا غزال، يلا، خط مائل، دائرة صغيرة، أحسنتي، حلوة، خط مائل، دائرة صغيرة، أحسنتي يا غزال، يا سيدرا، مرة ثانية مع بعض يا مس، خط مائل، أحسنتي يا جود، رائعة، يلا يا أفنان، خط مائل، دائرة صغيرة، أحسنتي يا أفنان، خط مائل، دائرة صغيرة، أحسنتي، خط مائل، دائرة صغيرة، برافو، خط مائل، دائرة صغيرة، أحسنتي يا تميم، خط مائل، دويرة صغيرة، أحسنتي يا عبد الله، خط مائل،
دويرة صغيرة. احسنت يا خط مائل دويرة صغيرة. احسنت خط مائل. احسنت يا عودة. يا هاشم مثل العدد 6 مع بعض. خط مائل دائرة صغيرة. احسنت يا هاشم. أمير العدد 6 خط مائل دائرة صغيرة. احسنت يا أمير. محمد العدد 6 يلا خط مائل دائرة صغيرة. احسنت يا محمد. اهلا بكم في مدارس العربية الوطنية. نحيطكم علما بأن التسجيل ما زال مستمرا من الروضة وحتى الصف الثامن الأساسي للبنين والبنات. أما الآن مع هذا الفيديو الذي يبين مدى التفوق والإبداع في مدارسنا.